امتحان ديال النظري اللي كان شبه كارثي على المترشحين الذين تم تقديمهم للامتحان، حيث كانت نسبة الرسوب تفوق 98% على الصعيد الوطني، وهذا ماشي راجع للمؤسسات تعليم السياقة ولا للمترشحين. مؤسسات تعليم السياقة لها مجموعة من البرامج اللي كتدرسها المترشحين ديالها، وكتستعان كذلك بالمنصة التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رهنا إشارة مؤسسة تعليم السياقة. الشيء الذي وقع في نظري لا علاقة له بصعوبة الأسئلة ولا بأي شيء، ربما أشك أنه مسألة تقنية لا غير، لأن ما يمكنش أن هذه الحشود كلها تسقط البارح في الامتحان النظري. وخير دليل هو أن النجاح اليوم يوم الثلاثاء كان شيء عادي، ولهذا مسألة تقنية لا غير، ما كاينش فيها لا تدخل عنصر بشري ولا المترشحين ما حافظينش الدروس ديالهم، بالعكس الأمور كانت مزيانة، إلا أنه مسألة تقنية هي اللي خلت المترشحين ما ينجحوش. هذا من جهة. من جهة أخرى، بالنسبة للتساؤل ديالكم حول واش الإدارة تشاورت معنا أو ما تشاورش معنا، لا بالعكس، تجديد بنكال أسئلة كان باتفاق مع مهني قطاع تعليم السياقة وبطلب وبإلحاح منهم في إعادة النظر في تجديد برك الأسئلة، لأن برك الأسئلة التي كنا نشتغل بها عندها 20 سنة، واللي كانت 600 سؤال التي أصبحت متواجدة في مجموعة من المواقع الاجتماعية وأصبحت محفوظة عن ظهر قلب، ولهذا ارتأت للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ولا الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة على أساس أن تعيد النظر في برك الأسئلة وأن تشرع العمل بالأسئلة يوم 25/3/2024. هذا من جهة. من جهة أخرى، التساؤل ديالكم حول تأثير ديال هذه النتيجة على مؤسسة تعليم السياقة، فعلا كاين تأثير سلبي على مؤسسة تعليم السياقة، وغادي يكون واحد أخص من اللي سمعوا الناس هذه النتيجة الكارثية. الناس عزفات وغتعزف على الذهاب الى مؤسسة تعليم السياقة من اجل تعلم لاجتياز رخصة السياقة، وهذا راه كيشكل لنا حنا مسائل اللي هي مجموعة المسائل السلبية، لاننا كمهنيين مسبوعين مجموعة ديال الصوائر، منها الاكرياء، منها الضرائب، منها الفواتير ديال الهاتف، ديال الانترنت، ديال التليفون، التريت ديال العربات، الناس اللي كيخدموا معنا. فعلا غادي يكون عندنا واحد الركود لمده ليست بالقليله، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى ان تمر هذه المرحله بنجاح وان تمر بسلاسه. وهذا شيء راه كان كما قال السيد المدير ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه ليله 25، اي في القناه الاولى، قال بأن الامتحان سيمر بسلاسة وبشكل سهل وغادي يكون في متناول الجميع، إلا أن ما وقع لا يتحمله أي كان اللي ضاعوا فيه هما هذوك المترشحين اللي اجتازوا. حنا من هذا المنبر ديالكم كنلتمسوا من الإدارة ديال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باش تاخذ بعين الاعتبار هذه المسألة هذه وتتعاود لهذوك الناس الامتحان ديالهم، لأنهم ما خصهمش يتظلموا وما خصهمش يمشيو ضحايا ديال خطأ تقني. هذا ما أراه، لأن وهذه تجربة فايتة ساقعة عندنا في سنة 2004 فاش جات المكننة، راه كانت وزارة تجهيز والنقل آنذاك سمحت للمترشحين باش يجتازوا الامتحان النظري مرتان وثلاث وأربعة إلى أن حصلوا على التفوق ديالهم، ولهذا
كنلتمسوا ونطلبوا بإلحاح من السيد المدير على أساس باش ياخذ هذا المقترح بعين الاعتبار.